لا حديث في الشارع الجزائري سوى عن الاستحقاقات التشريعية التي أسالت كثيرا من لعاب المواطن البسيط بولاية ورقلة، فبين نائب راض نجد ألف مواطن ناقم. الانتخابيين هذم معنا يعرفوا الناس وقت الانتخابات يمدوا ديبروماس، يقعدوا الناس وعود معنا كاذبة كل هذو تاع البرلمان هذو. يا اخي ما شفناهم يدوروا في وسط البلاد، ما تناقشوا معنا، ما شفناهم حتى في بلاصه تجمعات انسان باش ينجم يخاطبهم ولا ينجم انسان باش يمد رايه كشعب. ما عادش كاين المنتخب، ما عادش كاين اللي باش تثق فيه. فزوا على ارواحهم وفزوا على الناس اللي باش تخدم البلاد. انه يعني الهدف الاول انه بغى يخدم نفسه، هذا يعتبر نائب من الاول يبان، والنائب المريقل في الاول، ولكن المسؤوليه ترجع على المواطن، لان المواطن يعرف قبل ما يفوت يعرف شكون اللي يخدم وشكون اللي ما يخدمش. سخط المواطنين يقابله رضا النواب وارتياحهم. انا راني راضي الحمد لله رب العالمين، ولكن نقول لك ما نقولكش راضي 100%، لانه لو اتاحت لي فرصه 4 سنوات اخرى نقدم الكثير. وهذا دوري، ننقل مشاكل المنطقه بامانه، وما عندناش اطماع سياسيه سواء وزاره او شيء من القبيل. تبقى لا اتحمل مسؤوليه فشل حكومه من 62 الى 2012. نحن طبعا لن نقول اننا قمنا بكل شيء وقمنا بالواجب على اكمل وجه، ولكن قدمنا ما فيه الاستطاعه لهذه المنطقه، وكل ما كنا نرى فيه خير للجزائر بصفه عامه. بين ثقة سحبت وأخرى نصبت، استحقاقات جددت، فهل هي فرصة للتغيير أم للمقاطعة؟ أو ستبقى قبة البرلمان على حالها؟